بصق على الارض ده شيء مقزز بينقل امراض كتيره اهمها الضرن اللي هو السل. الاخ الاهواجي ياخد نفس عميق من الشيشه علشان يسخنها ويولعها كويس، وبعدين يديها للزبون. الزبون بياخد منها نفسين ويديها لصاحبه. يا جماعه ما يصحش كده، الشيشه دي ممكن تحمل امراض كتيره اهمها الضرن اللي هو السل. وده اللي عمال يكح، رذاذ الكحه محمل بامراض كتيره ممكن يأذي الناس اللي حواليه. لما الانسان يكح يحط منديل على بقه علشان يمنع انتشار العدوى وما يزيش الناس اللي حواليه. ست البيت لازم تهوي مسكنها كل يوم تهوية جيدة جدا. وكمان في حاجة مهمة، لازم تهتم بغلي اللبن مع التقليب المستمر لمدة 5 دقائق، كل ده علشان تجنب الإصابة بمرض الضرن اللي هو السل. الضرن ممكن نتقيه لو تجنبنا اللي بتسبب فيه. صحتنا غالية علينا وحمايتها في إيدينا. الضرن مرض صدري يهدد صحة الإنسان. حتى تعيش سليما قويا سعيدا قاوم الضرن. احرص على أن تكون في أماكن جيدة التهوية. احرص على سلامة التغذية بالوجبات الشاملة. إن الضرن من أكبر الأخطار، ولكنه لا يأتي إلا بعد إنذار. إذا استمرت الكحة أكثر من أسبوعين، توجه فورا إلى أقرب وحدة للأمراض الصدرية. هناك تطمئن بالفحص على أنها كحة غير ضرنية. وإذا دل الفحص على أنه ضرن، فالعلاج بالمجان ومضمون 100% بانتظام العلاج. قاوم الضرن لتعيش سليما قويا سعيدا. مش قلت لك لازم تروح للدكتور؟ بقالك شهر على الحال ده، وكل ما اقول لك تقول لي ده دور برد. بعدين بقى، بعدين بكره باذن الله هاخدك ونروح المستشفى. نتيجه تحليل البصات يا دكتور. شكرا. خير يا دكتور؟ اتأخرتم كتير، لكن مفيش قلق. كان لازم تيجي أول ما ابتديت تكح، خصوصا إن الكحة زادت عن أسبوعين. وأنا عندي إيه يا دكتور؟ عندك درن. درن؟ علاجه سهل، عن طريق الأدوية اللي بتقدمها وزارة الصحة والسكان بالمجان في المستشفيات ومستوصفات الصدر وحدات الرعاية الصحية الأساسية، عن طريق فريق صحي بيقوم بالإشراف المباشر على المريض وعلاجه. وطبعا تجنب المرض يكون اسهل بكتير لو اتبعنا السلوكيات الصحيه السليمه. وايه هي يا دكتور؟ تجنب الكحه والعطس في وجه الاخرين، وعدم البصق على الارض. كمان لازم نهوي الفراش كل يوم، ونبعد عن الزحام على قدر الامكان. وزي ما قلنا قبل كده، اي حد يكح اكتر من اسبوعين لازم يجي لنا. وكمان لو حس باي عرض تاني، زي مثلا نقص في الوزن، فقدان في الشهيه، ارتفاع في درجة الحرارة، عرق غزير أثناء الليل، لازم برضو يجيلنا، وإحنا هنعمل اللازم. لكن يا دكتور ولادي ومراتي. ما تقلقش، هنفحصهم بالمجان ونتابعهم كمان معاك. ودلوقتي هنبدأ العلاج في الحال. علاج الضرن تحت الإشراف المباشر يحقق لكم الشفاء.